أعلن الاتحاد الجزائري انسحاب المنتخب الجزائري من بطولة إفريقية لكرة اليد المقامة بالصحراء المغربية خلال الفترة الممتدة ما بين 13 و 23 من يناير المقبل. ونشرت الكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد قائمة المنتخبات المشاركة في الكأس القارية والتي خلت من اسم الجزائر. هذا وتم تقسيم المنتخبات المشاركة بصفة رسمية لأربع مستويات، الأول يضم مصر وتونس وأنغولا، والثاني كل من الرأس الأخضر والمغرب والكونغو الديمقراطية، أما الثالث فيه كل من الغابون وغينيا ونيجيريا، أما المستوى الرابع فيضم الكاميرون والسنغال ثم كينيا.